ما في معسكر. هدومنا قروشنا بيت حقنا شالوه كله، ما عندنا اي حاجه. طلعنا طلع ساي زي ده، بس عندي اولادي مع اولادي. حاجة صعبة لأنكم تخلوا بيتكم وتجوا؟ خيط سلام تقول لنا خيط Can you just tell us what happened? That's fine, isn't it? Yeah. 12 يوم طلعنا من مرة من نقابة 12 يوم نقابة من بيت نقابة لكن هسه رجعنا جينا هسه السودان الحمد لله كنا يو كل كنا عارف كل It's going to go on for a long time. Yeah, it is heartbreaking. Your heart's breaking? Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Yeah.